الجزائر تفوز 3-0 ضد ليبيريا، اهداف جويري، زورغان وبغداد بونجح. بغداد بونجح اللي دخل في دقيقه 77 وسجل الهدف في دقيقه 80. رياض محرز لم يلعب المباراه هذه، والجزائر تمكن من الانتصار 3-0. زوز انتصارات للجزائر، غينيا السوائيه 2-0 في الجزائر، وليبيريا 3-0 خارج الميدان في مونروفيا في ليبيريا. محمد مع المدرب بيتكوفيتش. والله شوف مين مدربه والحاجه، شوف الجزائر تويكا مش نقولوا نحن نبداو بالمنتخب الجزائري. الجزائر حاليا تو في طور اعاده التوازن للفريق ككل، اعاده ترتيب الاوراق وبناء ثقه جديده لمنتخب جديد، مدرب محترف 100% يلعب بدون حسابات، يتعامل مع الموجود يعني بدون الخضوع للأسماء الرنانة، ما عندوش حسابات لحد الآن، ناجح في التعامل مع الأجواء الإفريقية وإن كان ما عندوش خبرة، ناجح سيرتو في المباريات اللي شفناهم، ناجح ما عندوش خبرة إفريقية تقصده؟ أي ما عندوش خبرة إفريقية. ولو أنه أنا وياك في الأوف حكينا موش مقياس كولر جيل الأهلي المصري عمر ما رينا في الأفريق، شوف شعامل كولر مع الأهلي. مو ديما أول حاجة كي تكون ماكش ملم يعني يزمك تعرف تتعامل لاتنسيون لو، لازمك تعرف تتعامل زاد مع الاجواء الافريقيه، لانه فما عراقيل تدخل في الاجواء الافريقيه. محمد العقل الوحيد هو اللغه، بما انه يتقن اللغه الايطاليه المساعدين. انا نحكي على الاجواء الافريقيه، عندها اجواء خاصه ماهيش اجواء اوروبيه. امين الاجواء الافريقيه اجواء خاصه. قلت لك كان ناجح 150000 دولار محمد كان ناجح نوعا ما في، انا قلت لك اخزر ناجح نوعا ما في التعامل مع الاجواء الافريقيه كبدايه. ناجح في الكوتشينج خاصة، وهذا يدل على قراءة جيدة للمباراة والمباريات، يعرف يقرأ المباريات، وهذا الأهم خاصة في اللي يزمه يتوفر في المدرب وفي الناخب الوطني. مازال قدامه يعني مازال قدام المنتخب وبيتكوفيتش الكثير يعني للإقناع وتأكيد البصمة متاعه في المنتخب، لأنه المنتخب كما قلنا في السنوات الأخيرة كانت عنده صولات وكانت كان عنده بصمة في الأفريق وكان نقط يعني كان قوي على الشأن العربي والأفريقي. إن شاء الله في قادم المباريات يكون التأكيد من الانترنور ونشوفوا المنتخب الجزائري في نسخة جديدة معه. واضح به هو بيتكوفيتش عبد الستار مع الجزائر. أول مباراة لي كانت مع بوليفيا، ربحت 3-2، مباريات ودية مع بوليفيا وجنوب أفريقيا، ثم 3-3 مع جنوب أفريقيا، انهزم ضد غينيا في الجزائر، نتيجة كانت مفاجأة للجماهير في الجزائر. أوغندا ربحها وقتها 2-1 خارج القواعد، فاز على غينيا الاستوائية 2-0، وفاز على ليبيريا خارج الميدان 3-0. هذه مسيرة بيتكوفيتش لحد الآن مع المنتخب الجزائري. هي أهم استنتاج تو شفته أنا في زوج مباريات نتاع التصفيات هذوم، أنه المنتخب الجزائري مقبل حتى هدف، لأنه الأربع مباريات الأولى نتاع بيتكوفيتش أنه هما زوج مباريات الودية ولا زوج مباريات اللي بعدهم، الفريق قبل 7 أهداف في 4 مباريات. اليوم في التصفيات زوج مباريات كلين شيت بالنسبة للمدرب هذايا وللمنتخب. شفنا المباريات الأولى أنه فما ضعف دفاعي كبير للمنتخب الجزائري، شفنا رسم توغاي في أكيد في محور دفاع الجزائر، دونك عمل تغييرات على مستوى الدفاع، عمل تغييرات حتى على مستوى التنشيط الدفاعي. قاعد يخدم على النقطه هذه المدرب بيتكوفيتش، لانه كان الدفاع برونابل برشا نتاع المنتخب الجزائري، كان عنده مشكله على مستوى الانتقال من الوضعيه الهجوميه للوضعيه الدفاعيه. اليوم وقت اللي في زوج مباريات ما تقبلش بعد 4 مباريات قبلت فيها 7 نقاط، ديجا هذه نقطه ايجابيه بالنسبه للمدرب اللي قادر انه هو يزيد يطورها في قادم المباريات، وقت اللي تلعب انت ضد ادفيرسير اللي هما يكونوا هجوميا اقوى برشا من ليبيريا ومن غينيا اكواتوريال. دونك قاعد يخدم، عنده ان افكتيف معناها متنوع، ما يمنش برشا بالاسامي ذولي بيتكوفيتش، ورينا انه منذ قدومه وكيفيه تعامله مع رياض محرز انه هو ما عطاش قيمه كبيره لرياض محرز ونجوميه رياض محرز، اللي انا ضد التعامل هذاك، ولكن هذا يدلك قوة شخصية
شخصيه المدرب وانه ما يتعاملش مع الاسماء ولكن يتعامل مع الحضور معناها نتاع اللاعبين في اللجور نتاع الكومبيتيسيون هذيك ولا التصفيات. قاعد يطور المنتخب والربح يجيب الربح والنتائج الايجابيه تجيب لك نتيجه ايجابيه. وقت اللي انت تسجل اهداف في زوج مباريات هذه تخليك انت تحذر في ظروف اخرى، لانه لو المنتخب الجزائري ما فازش في المباريات هذوما الزوز بعد الهزيمه نتاع البنين في الجزائر بعد المشاكل والانتقادات اللي صارت، نتصور كان بيتكوفيتش وضعيته تكون معقده شويه في المباريات القادمة تاع التصفيات. وهي مباراه غينيا كانت النتيجه مفاجئه، لكن نرى المنتخبات الافريقيه تطورت بشكل ملحوظ في السنوات الاخيره. مثلا نتائج البارح، البنين ربح ليبيا 2-1، تنزانيا فازت على غينيا ايضا 2-1، غينيا ذي ربحت الجزائر مثلا. نيجيريا رواندا 0-0، على اثر المباراه ذي تمت اقاله مدرب نيجيريا اوغوستين ايغوافين. الفرق في افريقيا تحسنت، في الجزائر البلد المجاور بلد الشقيق البارح صفقات مدويه للفرق الجزائريه، المولوديه، شباب الوزداد، وجي اسكا، شبيبة القبائل. أوندي ديلور اللاعب الدولي السابق، أوندي ديلور ينضم لفريق المولودية، بطل الموسم الماضي. أوندي ديلور اللي عرفناه في المنتخب الجزائري كمهاجم، لعب في كون، لعب في ويغان، لعب في تولوز، في موبولي، في لو جي سي نيس، في نانت، وكانت عنده تجربه في دوري نجوم قطر مع فريق ام سلال القطري. اسلام سليماني بعد تجربه في البرازيل يعود الى الجزائر الى فريق شباب بالوزداد اللي يلعب فيه موسم 2009 2010 حتى يدوري 2012 2013، عندما غادر الجزائر في اتجاه البرتغال. لعب في سبورتينغ، لعب في ليستر، لعب في نيوكاسل، لعب في فينيرباتشي، موناكو، الاولمبيك ليوني، لعب ايضا رجع لسبورتينغ، ستاد بريستوا، اندرلخت، وكورتيبا الجزائري، كورتيبا البرازيلي عفوا، ثم انتقل الى ميشلن البلجيكي في تجربه قصيره ليعود الى شباب بالوزداد. رياض بودابوس ينتقل الى الجي اس كا. رياض بودابوس من سوشو لعب في باستيا، مونبولي، بيتيس، سيلتا فيغو، سانت اتيان، اهلي جده، احد، ثم الجي اس كا مع عبد الحق بن شيخه. الفرق الجزائريه تدخل بقوه عبد الستار في الميركاتو هذا، تدعيمات الحقيقة مهمة جدا لكل من الجي اس كا المولودية والشباب بالوزداد السربي. صحيح، انتدابات كبيرة نشوف المولودية اللي هو بطل الموسم الفارت كيف كيف. طيب مزيان يرجع أوندي ديلور، معناها فريق مش باش يكون بالسهل على الاتحاد المنستيري في دوري ابطال افريقيا. كيف كيف شباب الوزداد، اتحاد العاصمه، شبيبة القبائل، الحقيقه الفرق الجزائريه قاعد تقوم في انتدابات كبيره. الدوري الجزائري ممكن الموسم هذا باش يكون من اقوى الدوريات في شمال افريقيا. الفرق الجزائريه باش يكون عندها كلمه حتى في المسابقات الافريقيه. احنا نتمناو انهم ما يتعداوش، لانه فما زوز فرق باش يلعبوا ضد زوز فرق توانس، اتحاد العاصمه ومدينه الجزائر. ولكن باش تكون مباريات صعيبه. شفتوا كان ديلور باش يلعب ضد المستير ولا ما نتصورش، خاطر ذولي صح بعد ما وقفت القائمه نتاع الدور الثاني.